نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على انستغرام صورة تجمعه بسعد المجرد، وكما انتشر فيديو لسعد مع الشيخ محمد بن سلطان في استوديو الوطن بدبي، وأعلن عن تسجيل سعد لأغنية مجنونة سيكون فيها مزيج بين المغربي والجاز. المعلم استوى معلم في الغناء ومجنون في الموسيقى. الغنية الجاية هاي اللي مسوونها توا سمعني إياها، أنا بسميها الغنية المجنونة. المجنونة والله كريزي سونج. شو اللي تسوي؟ يعني أيام المعلم كنت سابق الوقت والجيل. الحين أنت وصلت، أنت تعديت مرحلة كورونا. I'm trying. حطينا فيها شوية جاز على مغربي على. وكذلك انتشر فيديو لسعد وهو يلعب البلياردو مع الشيخ محمد بن سلطان، وكان هناك جو فكاهي وطريف بينهما. ان شاء الله next song it will be اهت باذن الله. لا بقت يوم اقول لك غنية مجنونه تفضل شو سويت يا رجل. I thought it was gonna be a hit. Big time.